جاهز قبلنا. أعزائي المشاهدين، بعد ما انتهينا من الجولة الثانية لمسابقة الطاقية مع أجداد البيرق الشلفة، شاركونا عبر حساب المسواك لطب الأسنان بتويتر، نزلوا تغريدة مباشرة رد عليها واعمل لها رتويت وتابع الحساب وتفوز معنا ب 250 ريال عيدية لك نقدية كاش، 250 بتروح للفريق اللي بتختاره، ولن نسمح فقط إلا بإجابة واحدة ورد واحد. أيضا أوراق التوت حاطين لهم صورة في حسابهم بالإنستغرام مباشرة، ادخل عليه آخر صورة رد عليها نفس الطلبات مباشرة حتفوز معنا ب 250 ريال. يلا نروح إلى الجولة الثالثة من مسابقة الطاقية ومع نايف رفيدي فريق البيرك. تتحدون من؟ نتحدى رشيد بن طاهوس. يلا يتحدى رشيد من فريق الشلفة. عطنا الطواقي على الشاشة يا جماعة الخير. رقم الطاقية كم؟ طاقية رقم 9. يلا طاقية رقم 9 فيها اخصم لغيرك. مباشرة يروح الخصم إلى فريق الشلفة. يلا خلونا نشوف الخصم كم اللي سيلحق بفريق الشلفة. اخصم من فريق تختار القيمة الآتية، وكانت القيمة اختار 1500 ريال مخصوم على فريق. طيب اختاره كاتب مباشرة كيف؟ اخصم من فريق تختاره، يعني اقدر اختار دور. لا خلاص يعني انت اخترت في تحديات دايركت يعني. يلا يلا خلونا نروح الى فريق الشلفة. تتحدون من؟ تردد رشيد. تحدى البيرق. يلا يتحدون نايف فريق البيرق وعطونا الطواقي على الشاشة. ابي بن نايف رفيدي. قلت نايف البيرق رقم كم؟ رقم 15. يلا طاقية رقم